السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود إريتان. يا ريت يا دكتور تكلمنا عن أقراص الحصوات المشهورة سيستون أقراص. قبل ما نبدأ ونتكلم عن أقراص سيستون لازم تجيب كوباية النسكافيه المتينة، ويلا بينا نبدأ الحكاية. سيستون أقراص من أشهر الأدوية أو أشهر المكملات الغذائية اللي تحتوي على أعشاب طبية هندية. الأعشاب دي مجموعة من الأعشاب الهندية اللي بتستخدم في طب الأعشاب الهندي في التخلص من حصوات الكلى والتهابات مجرى البول. سيستون أقراص ليه استخدامات كتير، مش بس لعلاج حصوات الكلى، لا هو بيعالج حصوات الكلى وكمان بيمنع تكرار العدوى ليها او ان الحصوات ترجع تاني مرة تانية. كمان بيستخدم لعلاج التهابات مجرى البول والتهابات المثانة والكلى، كمان بيستخدم كمساعد في حالات النقرس، وكمان ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، كمان بيستخدم عشان منع تكون الحصى اللعابية في اللي بتسد القنوات اللعابية. طيب كمان بتعالج الحرقان اللي ممكن يحصل أثناء التبول، يعني لها استخدامات كتير وفوائد كتير. طب يا دكتور السيستونة أقراص دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل على مادة اسمها الأعشاب اللي فيها على مادة اسمها الميوسين. الميوسين دي مادة بتربط الحصوات ببعضها، فبتشتغل على المادة دي فإنها بتمنع تكون الحصوات. كمان بتشتغل على طبقة أو مادة الميوسين اللي موجودة ما بين الحصوات المتكونة بالفعل، فبالتالي هتعمل على تفتيت وطرد حصوات الكلى. أظن كده الموضوع بسيط والموضوع سهل جدا. طب يلا بينا يا دكتور انزل بينا على الجرعات وكلمنا على الجرعات. بداية كده لو في مشاكل في حصى الكلى أو في حصوات في الكلى، وخصوصا حصوات الأوكزاليت أو الفوسفيت أو اليوريت، هنا الجرعة قرصين 3 مرات يوميا لمدة 3 شهور. ولما ممكن بعد 3 شهور اخد قرص مرتين في اليوم لغايه ما انا اتاكد تماما ان مفيش حصوات موجوده في الكلى. طيب عشان امنع الحصوات انها ترجع مره تانية، يعني خلاص اتخلصت من الحصوه وعايز امنع انها ترجع مره تانية، في الوقايه باخد قرص 3 مرات في اليوم لمده 4 الى 5 شهور. طيب في حالات الالتهابات او عدوى المسالك البولية باخد حبيتين 3 مرات في اليوم لغاية الاعراض ما تختفي. طيب الحرقان بقى اللي بيحصل اثناء التبول برضو باخد حبيتين 3 مرات في اليوم لمدة 4 ايام الى اسبوعين او حسب شدة الحالة. كل دي هي الجرعات بتاعة السيستون أقراص. وطبعا السيستون أقراص يفضل انها بيتم وصفها عن طريق الطبيب المختص. طب يا دكتور هل سيستون أقراص بتنفع في الحصوات الكبيرة؟ للأسف لو في حصوة كبيرة او في انسداد في مجرى البول، وده اللي هيعرفه الطبيب المختص عن طريق التشخيص والأشعة، هنا يفضل عدم استخدام سيستون أقراص، وهنا بيبقى في طرق تانية او طرق جراحية تحت اشراف الطبيب المختص او طبيب المسالك البولية المختص. لكن حصوات صغيرة في الكلى، امنع تكون حصوات مرة تانية، التهابات مجرى البول، وارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم ومساعد مع علاج النقرس، كمان لاستخدامات تانية ان انا ممكن كمان الدكاترة يكتبوا او يوصفوا انه مساعد في حالات التبول اللا إرادي اللي بيحصل لبعض السيدات، ان ممكن يحصل بعض تنقيط للبول بعد انتهاء التبول. فكل ده استخدامات مفيدة جدا للسيستون أقراص. هنا الميزة في السيستون انه اخف الاعراض الجانبية، يمكن ما فيهوش اعراض جانبية، اخف في التفاعلات الدوائية، وزي ما قلنا هي مجموعة من الاعشاب الهندية الطبيعية المفيدة جدا. طب ينفع يا دكتور يستخدم في الحمل او الرضاعة؟ ينفع يستخدم في الحمل، بس هنا بيبقى تحت اشراف الطبيب المختص لانه هو اللي بيكون شايف الحالة.
الهيستون بيبقى عباره عن اقراص برطمان كده، العبوه سعرها عامله 27 جنيه الا ربع، وطبعا الاسعار قابله للتغيير، ممكن سعرها يزيد، ودي متوفره في جميع الصيدليات. يا رب ما اكونش طولت عليكم بكل المعلومات الطبيه عن سيستون اقراص. سلام عليكم.